متابعي طقس العرب في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود الطقس غالبا صافي خلال هذه الليلة مع 21 درجة مئوية، الملموسة 21 ورطوبة 53%، أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. توقعات الجوية اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا فرصة لزخات رعدية من الأمطار في المفرق مع 35 إلى 20، إربد 33 إلى 20، جرش 35 عفوا إلى 20، وعجلون 32 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء طقس غائم جزئي 35 إلى 21، البلقاء 33 إلى 22، العاصمة عمان 32 إلى 21، نفس الحرارة في مأدبة، أما البحر الميت 36 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك طقس غائم جزئي 29 إلى 20، الطفيلة 30 إلى 20، الشوبك 28 إلى 21، معان 34 إلى 21، أما العقبة 39 إلى 27. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة، رويشد 40 إلى 24، الصفاوي 39 إلى 23، ونفس الحرارة في الأزرق. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.